هل تريد أن تقول للعرب أن اقتنعوا باحتلال أمريكا بدلاً من نفوذ وسيطرة إيران؟ لا لا أطلاقاً، بس أنا أقول أنه الأمريكان الآن تواجد الغربي في الخليج حماية لدول الخليج، وأمريكا طبعاً يا أمريكا لم تأتي من أجل الخليجيين، جاءت من أجل حماية مصالحها بالمنطقة، لكنه أيضاً وسيلة دفاع. لماذا لا يخاف الخليجيون من إيران؟ أنا لا أعرف هذا. كل القوى الأمريكية والغربية موجودة في الخليج، لكن الخلايا النائمة في البحرين وبمشاركة وزير بحريني، والخلايا النائمة في الكويت واعتقل منها 7، واثنان منهم واحد بالقوة الانتظامية وواحد بالقوة الجيش الكويتي يعمل. هذه التهديد للمملكة العربية السعودية والتهديد لليمن والنفوذ في العراق، هذه كلها دول خليجية، هذه كلها أليس دليلا لدول الخليج أن تدافع عن نفسها من إيران؟ لماذا من يريد إبعاد الغرب عن الخليج في هذه المرحلة بالذات، وحتى عن العراق في هذه المرحلة بالذات؟ نحن ضد الاحتلال الأمريكي للعراق وللمنطقة، ونعتبر أمريكا إمبريالية إجرامية في المنطقة، لكن مع ذلك في هذه المرحلة الدول الخليجية عليها أن تبني نفسها، بعد ذلك تزيح الأمريكان. لكن في هذه الحالة اللي تفضلت عنها وأشرت إلى قطر وعمان وابتعادها عن السياسة الخليجية والتغارب بإيران، أصبح الموضوع أكثر خطراً الآن على دول الخليج، لأن النفوذ الإيراني بدأ له أصدقاء رسميين وليس من الجماهير أو من الشعب أو من الشيعة الصفويين مثلاً في المنطقة. الآن له دول أصدقاء وحلفاء، وهناك عقود أمنية أصبحت بين بعض الدول العربية مع إيران. إذن إيران خطر على المنطقة وخطر على الخليج بالذات. من من الدول العربية تتحالف مع إيران؟ قطر لديها توافق أمني مع إيران، طيب، وعمان لديها توافق أمني مع إيران، وعدم الاعتداء اللي موجود بيناتهم ايضا. ابعد تتصور هذا يحصل في الوقت اللي القوات المجموعه اليمنيه الشيعيه تدخل الى المملكه العربيه السعوديه، يتم العقد في داخل الخليج العربي هناك. اذا الموضوع جدي وليس يعني هل نضحك على انفسنا احنا بهذا الكلام، انه نتكلم بالعسل والتمر والحليب والنار مشتعله في المنطقه والخليج كله مهدد، واللي تفضل به الاصفهاني وانا اتفق معاه انه السياسه الايرانيه تبحث عن فراغ الان حتى تعمل ما فعلت. لماذا احتلت الجزر العربية 3؟ لأن إيران ليس لديها سلطة كانت على المضيق، مضيق باب السلام اللي هو هرمز. لم تقل أن أساسا مضيق باب السلام هو للعمانيين بالجانب العماني وليس بالجانب الإيراني، الجانب الإيراني ليس فيه مياه كافية للبحار، لكن احتلت الجزر العربية حتى تكون في وسط المضيق. طيب أستاذ هاشميان، يعني أنت كأستاذ بعلم الاجتماع السياسي، يعني وهذا العلم الذي يعنى بكثير من الدراسات ودراسات الظواهر الاجتماعية خاصة وعلاقتها بالسياسة أيضا، يعني هل تعتقد أن إيران يعني لديها خطوات حقيقية جدية تجاه تطمينات للدول العربية المطلة على الخليج أيضا، أو أنها مقصرة في هذا الاتجاه؟ تفضل. يعني لو كنا في حالة عادية طبعا يمكن هناك تقديم برنامج اطمئنان للدول الخليجية والعربية أيضا، ولكن إيران الآن هي في معركة، من جانب يعني معركة على الساحة الدولية، معركة في الساحة الداخلية ضمن الرؤية الحكومة الإيرانية، كتعتبر الإصلاحيين أو المعارضين في الداخل هما عملاء إلى الأجانب وما شابه ذلك. نحن نرى هناك حكومة الآن في معركة، ومن هذا المنطلق هذه الحكومة تتخذ كل خطواتها على حساب هذه المعركة، وتدخل عناصر لإغواها أو تغويتها في هذه المعركة وتتجنب معركة. أنت تقول أن إيران مستعدة حتى لضرب أي دولة؟ من هذا المنطلق أستاذ هاشميان، هل تسمعني؟ لا يمكن نرى هناك خطة واضحة في هذا المجال، الوضع غير عادي. لو خرجنا من هذه المعركة من هذه المواجهة مع الغرب والولايات المتحدة، ربما هناك تتضح كل الأمور، ربما هناك
هناك تتضح أن كيف يمكن مثلا نتعامل لإطمئنان الكويت عن بعض المسائل التي حدثت أخيرا، لإطمئنان اليمن مثلا لبعض المسائل التي حدثت، لإطمئنان كل هذه الدول، حتى إطمئنان العراق من بعض المسائل التي تطرح في داخل العراق. ولكن الآن هنا قضية جدا معكرة، القضية الأساسية أن إيران حكومة في معركة، وهذه المعركة هاشميان لديها جذور خاصة، ولا يمكن تجزية هذا الوضع الحالي. أستاذ هاشميان هل تسمعني؟ أستاذ هاشميان، عن سلوك إيران تجاه كل البلدان. لدي سؤال آخر أستاذ هاشميان لو سمحت، أتمنى أن تسمعني الآن. طيب، ربما لا يسمعني أستاذ هاشميان. أستاذ أصفهاني، يعني أنت اقترحت بإنشاء منظومة أمن خليجية، لنقل أنها مشتركة، وهذا اقتراح وارد جميل، وعسى أن يصل إلى الدول الخليجية لمناقشة هذا المقترح أيضا. ولكن يعني ألا تعتبر أن الدول الخليجية خاصة العربية يعني مقصرة أيضا في علاقتها مع إيران، لأن تبحث مع لجان خاصة، مع وفود، مع هيئات مشتركة للبحث والتحاور مع إيران؟ أيهما أفضل للعرب، كسب إيران كصديقة وجارة وصديقة، أو أن تكون في مصاف الأعداء؟ تفضل. يعني أريد ملاحظة صغيرة. تفضل. لو كنت مخططا استراتيجيا سعوديا ولم أعمل لتعزيز النفوذ السعودي في الخليج لكنت مقصرا، ولو كنت مخططا استراتيجيا عراقيا ولم أعمل لتعزيز النفوذ العراقي في الخليج أكون مقصرا، ولو كنت مخططا استراتيجيا إيرانيا ولم أعمل فأيضا أكون مقصرا. هذا هو طبيعة الدول، طبيعة الصراعات، طبيعة المصالح. نحن لا نتكلم عن صداقات دائمة وعداوات دائمة، نتكلم عن مصالح. مصالح منطقة الخليج العربي تعني أن تكون هذه المنطقة مستقرة، هادئة، سلمية، ذات علاقات اقتصادية، إنها أهم شريان حيوي للعالم، لها أكبر مردود مالي بترودولار في العالم، هي تستطيع أن تنهض بهذه المنطقة إلى أعلى درجات الرقي. فقط هي بحاجة إلى قرار سياسي لرؤية أين تتفق هذه المصالح الاستراتيجية وأين تفترق، وتعالج هذه المصالح بالسياسة. يا أخي بكل بساطة، الصين واليابان قبل أيام قليلة وصلتا إلى حدود اعتقال ناس وضرب سفن وغير ذلك، حجز سفن، مع ذلك لم تصل الأمور إلى حرب. اجتمع الرئيسان وتداولا واتخذا قرارا بتهدئة الأمور، ليس بحل النزاع على الجزر هناك. يستطيع الدول العربية، أنا أعتقد أن هناك إشكالات في العلاقة، لكن تستطيع الدول العربية وتستطيع إيران أن تبذل أكثر فأكثر من أجل طمأنة الطرف الآخر، بمنع التدخل، بمنع الإنشائيات التي قرأها أخي الأحوازي هنا، بمنع هذه التصريحات التي تثير الغرائز. عندها يمكن أن نجد الحد الأدنى ونبني عليه وتشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها قوة عالمية أساسية، لكن لا نعمل لمصالح خارج مصالح المنطقة. هذا هو الخطر الأكبر. هل القيادة العربية أو الخليجية العربية مقصرة في حواراتها مع إيران؟ في رأيي مقصرة إلى حد ما، لكن إيران أيضا مسؤولة، يعني يجب أن لا نضع المسؤولية على طرف من آخر. السياسات التي تبعت من إيران بعد انتصار الثورة بمطلع الثمانينات، ثم ما جرى من حرب مع العراق، وبعد ذلك كل ما شاء احتلال الكويت وغير ذلك، ثم الدخول الأمريكي إلى العراق 2003، كل هذه الأمور أدت إلى نوع من الزغل في العلاقات، إلى الإشكالية في العلاقات. الدول العربية قصرت بشكل أو بآخر، وإيران قصرت. لا يمكن لأي طرف أن يقدم على خطوة ما لم يقابله الطرف الآخر بخطوة مماثلة. حتى الآن الطرفان على طرفي نقيض باستثناء قطر وسلطنة عمان. طيب، كما أيهما قال. أفضل، كسب إيران كصديقة أو وضعها في خانة الأعداء؟ في رأيي كسب إيران كصديقة هو مطلب حيوي للمنطقة وفق استراتيجية عربية واضحة، ووفق ضمانات إيرانية واضحة مضمونة. استراتيجية عربية واضحة تقول هذه هي المصالح العربية، نحن على الطرف الآخر من الخليج، نحن لنا في أمن الخليج كما لكم في أمن الخليج. ولكن دعني أسألك سؤالا مباشرا.